رأت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة حفل تخريج الفوج 33 لأطفال روضة الراهبات الفرنسيسكانيات وحفل نهاية العام الدراسي لكلية تيراسانتا للأباء الفرنسيسكان بعمان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. رعت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين حفل تخريج الفوج 33 لأطفال روضة الراهبات الفرنسيسكانيات. بدأ الاحتفال بدخول راعية الاحتفال برفقة الأخوات الراهبات مديرة المدرسة إيلين فرح ومديرة الروضة الأم دانييلا جولياني، ثم قدم عريف الحفل الأستاذ عيسى سماوي باقات من الكلمات الترحيبية بالدكتورة السمعان والضيوف الكرام. يزهو بهم الليل والنهار، يرسم الوردة باقة أزهار، هم فرح الدنيا نور الأقمار، كبارا كانوا أو صغار. زرعنا الحب فيهم جذرا، فحصدنا المحبة قطفا وثمار. فانظروا أولادي الشطار، واحذروهم فهم اليوم كبار، فهم من الذكاء إعصار، ومن الجرأة صرخة الأحرار. وألقت الأخت إيلين فرح مديرة المدرسة كلمات محبة عميقة رحبت فيها براعية الاحتفال وبالضيوف، وتحدثت عن بيئة التعليم التي تتميز بها المدرسة وعن اهتمامهم البالغ في إيصال التعليم الصحيح من خلال كوادر تدريسية وإدارية مميزة. وبعدها قدم الأطفال العديد من الفقرات الغنائية والسكتشات المسرحية بأداء مميز نالت أعجاب الأهالي والضيوف. استمراراً لروحانية الأم كاترينا التي بذلت حياتها من أجل أعمال الرحمة لتبني حياتها على صخرة المسيح، فكانت مثالاً للعطاء دون مقابل، وما زال شعاع روحها يضيء عتمة قسوة العالم، وظلال حبها الوارفة تظلل القلوب المنكسرة. لذا أتقدم في هذه المناسبة بخالص التهنئة إلى الأخوات الراهبات، وأخص بالذكر الأم دانييلا التي تعاظمت في بذلها وسخائها، أما حانية بعظيم اهتمامها لهؤلاء الأطفال. يما وحل شعرهن كل البنات نجوم، يا عنيد يا يابا والله، وهي قمرهن تزيد على البستان، يا عنيد يا وفي ختام الحفل دخل موكب الأطفال الخريجين، ووزعت الدكتورة السمعان شهادات تخرجهم للمرحلة الابتدائية. وقدمت الأخت إيلين فرح درعا تذكاريا وهدية للدكتورة السمعان، عربون شكر ومحبة لرعايتها احتفال تخريج الطلبة لهذا العام. فاليوم نرحب بكم في حفل تيراسانتا السنوي. وفي ذات السياق رعت السمعان أيضا حفل نهاية العام الدراسي لكلية تيراسانتا للأباء الفرنسيسكان. شهد الحفل الذي أقيم على مسرح الكلية الثقافي مديرها الأب رشيد مستريح وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وجموع من أبناء الطلبة المشاركين في الاحتفال، حيث عرضت خلال الحفل مجموعة من السكتشات المسرحية مقتبسة من الكاتب أنطون تشيخوف، ومن ثم قدم كورال الكلية مجموعة من الأغاني الفنية والوطنية نالت أعجاب الحاضرين. محلى الدار والدير وجمع الزوار، والزينات عنا بعيب اللي نزرار. محلى الدار والدير وجمع الزوار، والزينات عنا بعيب اللي نزرار. هب الشوق معد في الغرب قعود، شو مش تاير وين بليق الفقه. محلى الدار والدير ونبع الزوار، والزينات عنا بعيب اللي نزرار. محلى الدار والدير ونبع الزوار، والزينات عنا.
وفي الختام قدمت فرقة نشام الكلية دبكة أردنية تفاعل معها الحضور في أجواء حماسية، كما قدم الأب رشيد مستريح كلمة شكر من خلالها الدكتورة باسمة السمعان على تكرمها برعاية الحفل السنوي للكلية، حيث أثنى قدسه على جهود فضائية نورسات وأهميتها في لبنان والأردن وفلسطين والعالم أجمع، منوها إلى الدور الهام والمميز الذي يقوم به مكتب نورسات الأردن ليس فقط من الجانب الديني بل من الجانب الوطني والاجتماعي والإنساني، وقال: هذه هي نورسات، منارتنا في الأردن لكل العالم أجمع. وختم قدسه بشكر جميع اللجان التي عملت لإنجاح الحفل، مقدما للدكتورة السمعان درعا تذكاريا لرعايتها الكريمة. نحن بنعرف أنه القناة الفضائية نورسات هي موجودة في لبنان ومنبعها من هناك، هي قناة دينية مسيحية، ولكن هي هويتها وليس فقط في هالهوية، بتضم مثلا من الأردن صورة نبيلة ورائعة ونفتخر فيها، بيشوف بينظر هالقناة وبيسمعها. أنا بقلكن مئات الآلاف لبل ملايين الناس الأشخاص في الشرق الأوسط وحول العالم أيضا. هالقناة ما كانت موجودة في الأردن، ولكن بتصميم وبإرادة راسخة من الدكتورة باسمة السمعان أرادت وبكل تصميم وإرادة أن يكون في إلها مركز مكتب في البلد في الأردن. فنحن باسم حضور أولياء الأمور وطلابنا دكتورة منشكركم، نشكر كل فريق العمل اللي بيشاركك وبيتعب معكم كمان في المركز في المكتب تبعكم لحتى تنقلوا دائما هالصورة الحلوة الرائعة عن الأردن، صورة إيمان حقيقية يعيش فيها كافة المواطنين في أخوة وفي صدق وفي تعايش، صورة حلوة منفتخر فيها لأنها صورة واقعية وحقيقية.